منسق فعاليات في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، سأقوم بتعليم الأطفال بعض الورش الجميلة والممتعة كورشة الجبس حالياً وأيضاً الورش المختلفة. I am the head chef at Mamam and I will support cancer patients. I am Wissal Idris Ahmed. I will be optimistic always and give positivity to everybody around me. أنا صالحة غابش، مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وكاتبة لي تجربة في كتابة أدب الطفل. توجهت في بعض هذه الكتابات لكتابة عن مرضى السرطان. عادل عبد الله ماجد الزمر، أنا أستطيع أن أدعم مرضى السرطان من خلال بث الأمل والروح الإيجابية.